التوبيك اللي بعد كده هنتكلم عليه في الشيء وده برضه من التوبكس المهمه والجاي كومنت اللي بنشوفها هو الانتي ايميتنج من الحاجات المهمه قوي وبنشوفها كتير. وطبعا موضوع الفوميتنج ده موضوع مش بسيط, يعني مش دواء ترجيع وخلاص, لا الموضوع لما هنفهمه دلوقتي هنلاقي انه في كده بيزك معينه كده لازم ناخد بالنا منها. هو ايه الاورجانز او السيستم اللي انفولفد في الفوميتنج؟ نيجي نمره واحد. اول حاجه عندي في اللي هو الفوميتنج سنتر. الفوميتنج سنتر ده هو اللي بيبعت الاوردر, بيعمل ايه؟ هو اللي بيبعت الاوردر بقى للديافرام والاستومك علشان يعمل الفوميتنج. ايه الريسبتورز اللي موجوده فيه؟ بصوا يا جماعه عشان برضو ابقى اونست, انا حكم الريسبتور اللي مكتوبه عندكم في التكست او في النوتس, يعني لكن الحقيقه دي يعني الريسبتورز احنا كل شويه بنكتشف ان الريسبتور كلها موجوده في كل حاجه, يعني فكره ان هم دول بس اللي موجودين لا مش كومن, لكن مبدئيا تبقى الريسبتور اللي موجوده هنا ماسكارينيك ريسبتور, موجوده اتش 1 ريسبتور, موجوده 5 اتش تي 3 ريسبتور اللي هو سيروتونين سب تايب 3, ده موجود برده في الروماتيك سنتر. هكرر تاني انك تقول لي ريسبتورز ثانيه مش هقول لك غلط, كله موجود لكن بنقول ده الكومن, يعني فما حدش يعني يركز قوي في الموضوع, لكن الحاجه المهمه هقول عليها بقى هنا لازم نقف عليها. الفوميتنج سنتر ده بتجيله امبلسز منين بقى؟ نمره واحد, ممكن تجيله امبلسز من الجي اي تي. انت ترجع بحاجه في الجي اي تي لما بناكل حاجه بايظه, ها, فده بيعمل ريفلكس يقوم باعت امبلس للفوميتنج سنتر تو انيشيت فوميتنج. وخلينا فاكرين حاجه مهمه قوي, ان الجي اي تي مليانه نوع من السير اسمه انتيرو كروموفيل اللي هي مليانه ايه؟ سيروتونين. ها, غير الهستامين سيروتونين, مش في حاجه اسمها كارسينويد سندروم والكلام ده, فدي مليانه سيروتونين ومليانه 5 HT3 ريسبتور. ده هيفصل لنا حاجات بعد شويه هقول لكم عليها. طب ادي كده ده ممكن يكون سورس, ممكن يجي منين تاني؟ ممكن يجي من الفيستيبولار سيستم. ايه الفيستيبولار سيستم ده؟ بتاع ايه؟ بتاع التوازن بتاعه, كويس؟ وده غالبا فيه ماسكارينيك و اتش 1 ريسبتور. انت بيحصل له ستيميوليشن ده. ده اللي هو لو حصل له ستيميوليشن, عارفين فكره الدوار؟ دوار ايه؟ هو مش دوار بحر بس, هو اي دوار. في ناس لما بتركب باص سريع بيجي لها الدوار. في ناس لما طبعا اللي هو اركب البحر ده دي حاجه فيري كومن مشهوره قوي اللي هو دوار, عشان كده اتسمى دوار بحر. لكن في ناس لما تركب باص بيجي لها كرش. لما تركب اي حاجه, في ناس لما تركب طياره, يعني اي حاجه متحركه ممكن تنبه الفيستيبولار سيستم اللي هو يبعت امبلس للفوميتنج سنتر وانيشيت فوميتنج. كمان ممكن يجي لها من حاجه اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون, سي تي زد. السي تي زد ده اشهر ريسبتور موجود فيه هو الدي 2, لكن ما يمنعش ان موجود فيه 5 اتش تي 3, ما يمنعش ان موجود فيه اوبيويد, بس الاوبيويد دي برضه بتعمل فوميتنج.
ما يمنعش ان في حاجة اكتشفناها من فترة اسمها نيوروكاينين. كل ده موجود. ما يمنعش ان موجود فيها ريسبتور للكنابس الحشيش بالظبط كده. هنتكلم عليه بس. طيب. برضو السي تي زد استيميوليتد تبعت امبلس لل انت بتبقى استيميوليتد باي كيميكال سابس يعمل لها استيميوليشن. لسه احنا ساعات بنشوف ناس بيحصل لها ايه؟ تشوف مثلا دم او تشوف حاجه مش نظيفه فتبدا يحصل لها ايه؟ فوميتنج. ده الحقيقه بتبقى حاجه اسمها ده هاير سنتر، وده ليه اسم كاركترستيك، ده اسمه ايه؟ ها؟ كونديشن ريفلكس. عارفين يعني ايه كونديشن ريفلكس؟ حاجه انت شفتها رحت حصل لك فوميتنج، بعد كده اول ما هتشوفها او حتى قبل ما تشوفها، يعني لو سمعت ان الحاجه دي موجوده هنا ممكن يحصل لك ايه؟ كونديشن ريفلكس. انت رابط بين ده وبين الفوميتنج، فده اسمه كونديشن ريفلكس، وده بيجينا من الهاير سنتر. كل ده يبدا بقى يبعت امبلس للفوميتنج سنتر، ويبدا الفوميتنج سنتر انشيت فوميتنج. عشان كده هنبص تلاقي بقى، تعالوا نقترح كده، ايه هم الانتي اميتيك دراجز؟ هنبص للريسبتور ونبدا نفكر. نمره واحد ممكن تبقى ايه؟ دي 2 ايه؟ دي 2 انتاجونست، ودول اشهر اثنين في السوق المصري، اللي هو البريمبران ميتوكلوبراميد ها؟ والدومبريدون اللي هو الموتيليا. دومبريدون دول دي 2 انتاجونست. ممكن يبقى انتي ماسكارينيك. انتي ماسكارينيك زي اللي خدناه زمان قبل كده هو الهايوسين. ممكن يبقى انتي هيستامينيك ومعاه كمان انتي ماسكارينيك افكت اللي هو زي دايفين هايدرامين. ممكن يبقى سيريتونين انتاجونست، وده ممكن برضو زي الاندنسترول. ففي عندي ادويه كتيرة قوي في الفوميتنج. ممكن يبقى نيوروكاينين انتاجونست، وده اللي هو زي الابريبيتنت، ده برضو دواء نزل السوق جديد. كل دي ادوية ممكن نشوفها في كأنتي إميتيك. الحقيقة مش المهم ان انت تبقى حافظ أنتي إميتيك، المهم ان انت تستعمل ازاي الأنتي إميتيك، لانك انت لو اخترت صح هتعالج صح. تعال نمسك واحد واحد ونبدا نختار نشوف ايه حالات الفوميتنج اللي هنشوفها وعالجها ازاي. نمره واحد، لو العيان ده جاي بحاجه اسمها موشن سيكنس. الموشن سيكنس ده اللي هو ايه؟ الدوار. تعالوا بصوا كده، هي انهي اكتر ايه هتبقى ستيميوليتد؟ هي الفيستيبولار. مظبوط. اللي هي فيها ريسبتور ايه؟ فيها ماسكارينيك وفيها اتش 1 ريسبتور. عشان كده احسن علاج لحاجه زي الموشن سيكنس انتي ماسكارينيك او انتي هيستامينيك اللي هو اتش 1 انتاجونست، زي الهايوسين والدايفين هيدرامين. فاتني يعني اكزامبل من كله عشان انا هتفص اسامي كتير. بتاع الحمل ده هو الحمل واحد من دول توكسيلامين، بس يعني هقول لك دلوقتي في الحمل لسه جاي. طيب الناس اللي بتجي لها بقى فوميتنج اللي هو الموشن سيكنس تعالجوا ازاي؟ اولا ما تستناش لما يحصل، يفضل انك تدي ايه؟ بروفيلاكتيك. قبل ما يبدا الرحله ياخد الدواء ده. طبعا في فروق في الديوريشن مش هخش في تفاصيلها، ولكن اشهر دواء في السوق المصري الهايوسين مش موجود قوي، موجود في حتت كتيره. اشهر دواء في السوق المصري بيستعمل للموشن سيكنس هو اسمه درامي ميكس.
ده اسمه التوجاري يعني. اللي هو ضايفين هيدرامين. انت تستعمله. خد بالك ما تاخدوش معاك اول ما تركب القطر تستعمله. لا. يفضل تاخده قبليها بايه؟ بكام ساعة. يعني بروفيلاكتيك احسن ان هو يبقى كيوراتيف. خد قرص من الدرامي الدرامينكس ده قبل ما تسافر فيري افيشنت. يبقى انت لو بيحصل لك موشن سيكنس يفضل تستعمل حاجه من الاتش 1 انتاجونست. طيب زي ما قلت في عندي حاجه زي الدي 2 والسي تي زد دي غالبا بتبقى ستيميوليتد باي كيميكال سبستنس. كيميكال سبستنس بقى اندوجينس او اكسوجينس يعني ادويه ممكن تعمل فوميتنج ممكن يورينيا اي حاجه كيميكال سبستنس ممكن تعمل الفوميتنج عن طريق السي تي زد. طيب لو العيان بتاعك عنده اللي هو اسمه كونديشن ريفلكس. ايه الكونديشن ريفلكس ده؟ هقوله تاني. العيان اللي هو متوقع ان هو هيحصل له فوميتنج. مين اكتر عيانين بنشوفها دي؟ ها؟ قول. لا مش في الحروب. هيرجع ليه؟ بتسمعوا على الناس اللي بتاخد الكانسر كيمو ثيرابي؟ كل انواع الكانسر كيمو ثيرابي اشهر ادفرس افكت فيها هو الفوميتنج. الفوميتنج ده العيان بيخش ياخد اول كورس يحصل له فوميتنج. تاني كورس حصل له فوميتنج يبدا ايه؟ خلاص هو مع اي كورس كيمو ثيرابي حياته هيحصل له فوميتنج. قبل ما يبدا الكورس ها يحصل له ايه؟ يحصل له فوميتنج. هنا بقى اسمه ايه بقى؟ ما بقاش نتيجه دراجز بقى اسمه ايه؟ كونديشن ريفلكس. طب ازاي اعالج الكونديشن ريفلكس؟ الكونديشن ريفلكس دي جايه من الهاير سنتر. لازم تدي سي ان اس ديبريسنت. عشان كده اقوى دواء بيعالج الكونديشن ريفلكس او اللي هو البريدكتيف فوميتنج يعني متوقع او انتسيباتوري فوميتنج. يعني ايه انتسيباتوري؟ متوقع. هو توقع ان هيرجع خلاص. بيبقى حاجه زي الفاليوم او الدازيبام. دازيبام ده واحد من السي ان اس ديبريسنت. السؤال هنا بقى هو مريض اللي بياخد كانسر كيمو ثيرابي ممكن اديله ايه انتي ايميتي؟ هو المريض ده ممكن يرجع ازاي؟ احنا عندنا في الناس اللي بتاخد كانسر كيمو ثيرابي في different types of women. نمرة واحد اللي هو قلت عليه مش هو مين؟ انتيسيباتوري. وبعدين في عيان يبدا الدواء الكيمو ثيرابي هيحصل له فوميتنج. في عيان يوقف الدواء بعد ما يوقف الدواء. يعني عندي different types من الفوميتنج في المريض ده بالذات. وبالتالي لما بنيجي نعالج مريض بياخد كانسر كيمو ثيرابي من فوميتنج بدي ايه؟ بدي خلطة كده كبيرة. اقترحوا عليا ايه الأدوية اللي ممكن استعملها في الكانسر كيموثيرابي انديوسد فوميتنج. اقترحوا. شوف كده حد فيكم هيلقطها ذكي. ده كيميكال صح؟ مش ده كيميكال؟ هو الكيموثيرابي ده مش كيميكال؟ اهو. ها؟ وده ممكن يبقى هاير سنتر. الله. ادي اي حاجه ما عدا مين؟ دول يعني الماسكارين يكون اتش 1 مش هيبقوا افيشنت قوي. ادي مين بقى؟ ادي دي 2 انتاجونست. ادي نيوروكاينين انتاجونست ابريبيتنت. ادي سيريتونين انتاجونست هيشتغل. السيريتونين انتاجونست ليه افيشنت قوي في الكانسر كيموثيرابي؟ حد عنده تفسير من الرسمه دي؟ فكروا كده. بص ها غير انه بيشتغل سنترال ها هو ايه علاقه الجي اي تي بالكانسر كيموثيرابي؟ انا قلت لكم من شويه في انتيرو كروموفين وهو جي اي تي سيلز ها رابيدلي ايه؟ رابيدلي ريموف صح؟ يعني الشيدنج بتاعها عالي قوي فطول الوقت في ايه؟ في سيريتونين كتير
عامل استيميوليشن لمين؟ لل 5 HT3. عشان كده اول ما طلع ال 5 HT3 كان هو نمرة واحد في مين؟ في الكانسر كيموثيرابي. بعد شوية اكتشفنا ان الواحد مش كافي. فابتدينا بقى نستعمل قول اي دواء، قول دي 2 انتاجونست، قول ابليبيتر، قول اندانسترون اللي هو ال 5 HT3 انتاجونست، قول اللي هو الانتيسيباتوري، كل دول ممكن ينفعوا في علاج الفوميتنج بتاع الكانسر كيموثيرابي. ومن ضمنهم كمان ها اللي قلنا في الاول مين؟ الحشيش. الدرونابينول برضه بيستعمل. يعني مريض الكانسر كيموثيرابي ده اللي بيحصل له فوميتنج بيدي كل حاجه تخيلوها. وهو مش بديهم كلهم مع بعض على فكره. انا بس بقولك عشان يعني لو حد قرف حاجه زي كده يبقى عارف. في انواع من الفوميتنج بنقسمها انتيسيباتوري وبريك ثرو وبوست ثرو، يعني انواع. فكل حاجه من دول ليها انواع. احنا بالنسبه لنا مش هنعرف لكل نوع حد ايه. لكن عايز تدي ادي مين؟ ادي كل حاجه. بس اقل واحد هيبقى مين؟ اللي هم هتستعملهم في مين؟ في الموشن سيكنس. طيب يبقى قلنا انتيسيباتوري هتدي اللي هو السيداتيف اللي هو زي الدايزيبام. لو هو نتيجه كيميكال او اي حاجه اشتغل على السي تي زد. لو هو نتيجه كانسر ادي اي حاجه بس مش مفضل ولا انتي ماسترينيك ولا انتي هيستامينيك. فاضل بقى فكره البريجنس. طبعا فيري كومن ان يحصل فوميتنج ديو تو بريجنس. بنعالجه بايه؟ نمره واحد هو يعني هنعرف دوائين وهنكتفي بيه. هو في طبعا الدوكسالامين ده واحد من الاتش 1 انتاجونست وموجود في السوق وبيستعمل. لكن الكومن اللي بيستعمل خلينا في اللي احنا حافظينهم عشان ما نحفظش اسامي تانية. ميتوكلوبرامايد ده اللي هو البريمبراي ده اللي بينفع في كل انواع الفوميتنج. وحاجه اسمها كورتيجين بي 6. الكورتيجين بي 6 ده عباره عن فيه كورتيكوستيرويد مع فيتامين بي 6 وده برضه بيستعمل في الفوميتنج. لكن الحقيقه من سنه بقينا بنستعمل مين؟ هو المكتسع دلوقتي في الفوميتنج برضه اللي هو الاندانسترون اللي هو مين؟ اللي هو ال 5 HT3 انتاجونست. بقى يستعمل في البريجنسي يعني بريت عالي جدا في البريجنسي. لا ما فيش مشكله فيه. لا سيف سيف. هو ايه الكلام ده اصلا؟ ما 5 HT3 انتاجونست ده سترو. ايه الميكانيزم بتاع الفوميتنج؟ يعني تبع انهي حاجه من دول؟ في الايه؟ البريجنسي. ايه الميكانيزم اوف فوميتنج في البريجنس؟ ها؟ لا لا في حاجه اهم. هو البريجنس يساوي ايه؟ بروجسترون. والبروجسترون ده هرمون اوف ستيزيس. ستيزيس. عشان كده الست الحامل لما تيجي تقول لك انا حاسه ان بطني مليانه ما باكلش. وهو ده بالظبط الموست كومن كوز. عشان كده بقى صح ايه عشان عندي الفوميتنج. ها؟ بحاول ان انا اقلل الاكل على قد ما اقدر بديها كميات صغيره. يبقى خلينا في البريجنسي. هو الكورتيجين بي 6 والميتوكلوبرامايد نعرفهم دول. وخدوا بالكم عشان لو حد سالكم بره وقال لكم ده انا باخد يعني كنت حامل والدكتور كتب لي حقن الزفران. الزفران ده هو الاندانسترون. ما تقولوش لا. ده بقى يستعمل بس لسه قريب بس ما لحقناش نجدده لسه واخد بيستعمل في البريجنسي وابروفد في البريجنسي. فلو يفضلكم لو حد قال لك انا عندي مراتي مثلا حامل وبتاخد الزفران ما تقولوش ايه؟ اوعى وغلط. لا ريلاكس كده وده ممكن يستعمل فيه. يبقى خلينا نلخص. لو عندك فوميتنج موشن سيكنس ها؟ يبقى يا اما هايوسين يا اما دايفين هيدرامين. هنعرف الاثنين دول. لو فوميتنج اوف كانسر كيموثيرابي ادي كل الادويه اللي قدامك ما عدا مش مفضل ولا الهايوسين ولا اللي هو الدايفين هيدرامين. هندي دي 2 انتاجونست، هندي ابريبيتان نيوروكاينين انتاجونست، هندي سيروتونين انتاجونست. كل ده ممكن يتاخد. وكمان ممكن ادي اللي هو الهاير سنتر اللي هو سي ان اس ديبريسنت زي الدايزيبام. كل ده ممكن يستعمل. طبعا بوست اوبراتيف بقى
عادي ادي سيريتونين انتاجونست او ادي اوبيوي دي 2 انتاجونست مفيش مشكله. بريجننسي قلنا مين؟ ها كورتيجين بي 6 وميتوبروبراميد. دوكساينامين بيستعمل، اللي عايز يعرف اللي فيكم بينزل صيدليه ولا بيشتغل بيستعمل وموجود في السوق المصري على فكره الدوكساين موجود، فيعني عشان تبقى اوير بالحاجات دي. لكن لو جه وحد قال لك اخذت حقن الزفران ما تقولوش ايه، تقولوش غلط، لا ده برضه صح بيستعمل. طبعا السيروتونين انتاجونست اشهر عيب فيه ممكن طبعا اللي هو الفلاشنج والانهيبيتور. هناخد بقى اخر حاجه النهارده الميتوكلوبرامات، هو ده اللي هنتكلم عليه في التفصيل. ها هو الانت مسترين مش روتيت هيفتح اللور سبيجيال سفنكتر صح، بس هو اللي بيشتغل ايه سنتر مين دي كده بتشتغل على ام 1 اكتر من ام 3. ام 3 هي اللي في الموتيليتي لكن ده اكتر من ام 1. اخر حاجه هتكلم عليها النهارده هي ايه الفرق بين الموتيليوم والبريمبران. تعال نتكلم الاول على البريمبران اللي هو ميتوكلوبرامات. الميتوكلوبرامات ده تي 2 انتاجونست. الميتوكلوبرامايد بيشتغل بطريقتين، هو هيقفل الدي 2 فكده بقى انتي اميتك. الدي 2 اللي فين؟ اللي في السي تي زد. هيشتغل بريفرال، هو بيعمل ايه؟ هو بنسميه برو كاينتك. يعني ايه برو كاينتك؟ هزود موتيليتي ازاي؟ هقفل هنا هزود الموتيليتي وهفتح هنا، ده اسمه برو كاينتك. بيعمل الكلام ده ازاي؟ بيعمل الكلام ده بنوع من ان هو ستيمولاتوري شويه للمسكارينيك ريسبتور. يعني هو مش مسكارينيك اجونست، عشان بس ما حدش ياخد الكلام مني ويقول ان انا قلت كده، لا هو انهانس الكولينرجيك ترانسليشن بميكانيزم معين لكن مش مسكارينيك اجونست. ما حدش يتخيل ان انا قلت كده. دي هنا في حاجه مهمه قوي يا جماعه، فاكرين العيان اللي انا قلت لكم من شويه اللي جاي لكم بجرد وبندي له انتي مسكارينيك؟ ها جالك عيان عنده فوميتنج ورحت مديله ميتوكلوبرامايد وجالك عنده بعد كده مغص في القولون، تقدر تدي انتي كولينرجيك؟ ها تاني عيان ماشي على ميتوكلوبرامايد وجي بعد كده هو انتي اميتك كان عنده فوميتنج فانت مديهوله ورحت جاي جالي العيان مغص رحت جاي مديله انتي ماسكارينيك كده انت عملت ايه؟ انت لغيت جزء من شغل الميتوكلوبرامايد. الميتوكلوبرامايد انتي اميتك فكره البرو كاينيتك دي بتساعدني في الانتي اميسيس ولا لا؟ ان انا افضي المعده، وبالتالي لما بتدي العيان انتي ماسكارينيك انت كده بتخسر جزء من الافكت بتاع الميتوكلوبرامايد. عشان كده لو عايز تديله حاجه للمغص اديله بقى ايه؟ سموث ماسل ريلاكس، لكن ما تديلوش حاجه من هم الاستاذ مكانيراز والكلام الموجود في السوق والفيستروجين وكده. يبقى ده انتي اميتك بيقفل الدي 2 ريسبتور في السي تي زد. برو كاينتك قلت انهانس الكولينرجيك ترانسميشن اوكي، فبيحسن الموتيليتي. هنستعمله في ايه؟ ها انتي اميتك قولوا بقى كل تقريبا انواع الايه؟ انواع الفوميتنج، فوميتنج ديو تو كيميكال، فوميتنج ان بريجنانسي، فوميتنج بوست اوبراتيف، اي نوع فوميتنج ممكن ادي فيه بتاع، لكن مش مفضل في مين؟ المور. قلنا الموشن سيكنس ده خليه ايه؟ خليه لوحده كده، هو ده بتاع الانتي ماسكارينيك و
لكن اي نوع فوميتنج في الكانسر يمشي بوست اوبراتيف، اي نوع فوميتنج هيمشي. طب بروكاريوتيك بقى تدي فين؟ ها جيرد. ايه تاني؟ الناس اللي عندها جاستريك ستيزيس، ايه الجاستريك ستيزيس دي؟ في ناس تيجي تقول لك ايه، انا لما باكل بيفضل الاكل قاعد على قلبي طول اليوم مش كده، ما بياكلش تاني. ده فيري كومن بنشوفه في الناس الديابيتك كتير قوي، بيبقى عنده جاستريك ستيزيس. فبالتالي انت كده لما بتدي ده بتعمل ايه في الموتيليتي؟ بتحسن الموتيليتي. ايه تاني؟ لما تيجي تعمل العيان ده باريوم ميل، عارفين يعني ايه باريوم ميل؟ بيبلع الباريوم وبصور، انا مش هستنى 12 ساعة لحد ما الدواء ينزل، صح؟ فبالتالي ممكن ادي بيها ايه؟ بروكاريوتيك عشان ازود الموتيليتي واصور في وقت اقل. ايه تاني؟ اللي فيكم شافها في صيدلية هيلاقي ساعات بيحط الميتوكلوبرامايد بدوز صغيره مع انالجيسيك. ليه؟ بالظبط كده. انت لما هتدي الميتوكلوبرامايد مع الانالجيسيك هتعمل ايه في الموتيليتي؟ هتزودها. فالدواء الانالجيسيك ينزل بسرعه في الانتست بسرعه، فيمتص ايه؟ اسرع، فيديك رابيد اونست. ودي بنعملها في الناس اللي عندها ميجرين، بحط الميتوكلوبرامايد مع انالجيسيك، فده بيحسن لي الابزوربشن، بيسرع الابزوربشن بتاع العيان. يبقى دي كلها استعمالات للميتوكلوبرامايد، يا اما انتي ايميتك، وقلنا انتي ايميتك قول كل انواع الميسيس تتخيلها ما عدا الموشن سيكنس. بروكاينيتك زود الموتيليتي بقى في الجلد وفي التصوير وفي الجاستريك ستيزيس، وانك انت تحسن الابزوربشن، كل ده ممكن يستعمل بروكاريوتيك. ايه الادفرس افكت بتاعته؟ في حاجه منطقيه، بروكاريوتيك دايريه اكيد. ايه بقى الادفرس افكت بتاعه على الدي 2؟ حتى فاكر الدي 2 ريسبتور كانت فين؟ هقولها باختصار شديد جدا. على سي ان اس كانت الدي 2 موجوده في حاجه في الاندوكراين سيستم، مش عايز اخش في اسامي، هاخش على اسمه كده، وكانت موجوده في اللي هو النيجروسترياتل، فاكرينها اللي هي البيزل جانجليا. هو كان في الاندوكراين وظيفته ايه؟ الدوبامين بيشتغل على الدي 2، الدوبامين نفسه انهبت برولاكتين، وهنا في البيزر جانجليا الدوبامين كان بيعمل بالانس مع الاسيتايلكولين في الموتيليتي، ولما بيقل الدوبامين ها بيحصل اللي هو اكسترا بيراميدال سندروم، او اللي هو اللي انتوا قلتوا عليه اللي هو الباركنسون. باركنسون اللي هي ايه؟ ريجينيتي وتريموس. طيب فده منطقي، هيحصل ايه مع العيان مع الدي 2 انتاجونست؟ ممكن يزود البرولاكتين، وطبعا ياثر على المين والفيمين، الاثنين يتاثر. بالنسبه للفيمين هيعمل لها امينوريا جالاكتوريا، وممكن في الفيمين بيعمل انفيرتيليتي. لو اشتغل على الدي 2 اللي في البيزل جانجليا ممكن يخلي العيان فيه باركنسون لايك سندروم، او اللي هو الاكسترا بيراميدال سندروم، وبالتالي ده المين. طبعا من ضمن حاجاته لما نيجي ناخد الدي 2 انتاجونست في البرين او في السي ان اس اكتر، هنعرف ان ممكن يعمل سيديشن او يعمل العكس في بعض الناس، ان هو ممكن يعمل كده اكسايتيشن في بعض الناس، الناس تبقى مش طايقه الشعور ده اللي هو الوخم اللي جالهم فجاه ده، فبيحصل له زي نوع من الاكسايتيشن. يبقى لا اما هايبر برولاكتينيميا، لا اما الاكسترا بيراميدال سندروم، او الدايريا. نخرج شويه من ده وهقول لكم حاجه مهمه. كان فيري كومن ان احنا اما بيجي لنا عيان عنده فوميتنج تيجي تقول له خد حقنه برينبرين. نصيحه لوجه الله ما تعملوش كده، نصيحه. راح تقرص؟ ها؟ راح تقرص؟ لا، انا بقول حقنه مش اقرص.
وخصوصا في الاطفال الصغيرين يا جماعه. يعني مش حد يتبرع انه يدي الطفل الصغير حقنه بلي بلي. ليه؟ كان ده يعني مش هتلاقوه في الكتب. انا بقول لكم احنا بنتناقش فيه مع بعض. ساعات لما تيجي تدي حقنه ميتو كلوبرامايد بيحصل سادن اكيوت اكسترا بيراميدال سيندروم. العيان لقى اتخشم ودخل في تريمورز بالظبط كانك عملت له ايه؟ باركنسون لايكس. فنصيحه بلاش خصوصا للاطفال اوعى تتبرع بحاجه زي كده. عايز تدي حاجه دلوقتي بندي مين؟ ها قلت مين اللي بقى دلوقتي في كل حاجه بنستعمل اللي هو الزفران او الكوندنسترون ده بقى الفيري كومن اللي هو بيستعمل. فبلاش تتبرع بفكره البريمبران حقنه دي. هو مش كومه انا بقوله ده مش كومه ليه؟ بس لو حصل على حظك هتبقى يعني حاجه سخيفه. فبلاش خلاص خليك في السيف سايد. ممكن نستعمل اللي هو الزفران حلو قوي على المريض ده الميتوكلوبرامايد. يفرق ايه ده عن الدومبريدون؟ الميتوكلوبرامايد في حد عارف سعره كام؟ الميتوكلوبرامايد تتكلم الشريط مثلا جنيه ولا جنيه ونص. الدومبريدون الموتيليوم بنتكلم الشريط بتاع مثلا 10 جنيه. في فرق. ايه الفرق بينهم؟ الدومبريدون اللي هو الموتيليوم هو ليس انتي اميتك افكت يعني ما بيقفلش قوي الدي 2 والى حد ما عنده البروكاينيتك اكتيفيتي اعلى سن. هو ايه ميزه ان هو ما يبقاش بيقفل قوي الدي 2؟ يعني ما بيوصلش قوي للسي تي زد وما بيوصلش قوي للدي 2 اللي في البرين. ها يبقى الريسك بتاع ايه بقى؟ هايبر برولاكتينيميا. الريسك بتاع الاكسترا بلانر بتاعه ايه؟ قليل. اوكي طب هو كده يعني ما فيهوش اي عيب خالص؟ عمرك ما هتلاقي من الدومبريدون اللي هو الموتيليوم ده عمرك ما هتلاقي منه انجكشن. كان عندنا بريمبران انجكشن وكنت بديه في الامرجنسي هوم لكن نيفر تلاقي موتيليوم انجكشن. ليه؟ لان الموتيليوم انجكشن لما اتجرب زمان كان بيعمل سيفير فيتال اريزميا فما حدش بقى يستعمله يفكر فيه خالص. انجكشن عايز تديه تديه اور كويس. ولحتى ما اعرفش حد فيكم فاكر من فتره قامت كده هوجه على الموتيليوم. حد فاكر حاجه زي كده؟ فاكرين؟ والناس ابتدت تكتب الموتيليوم سم قاتل يا فلان ما تستعملش ده. على فكره كان في رش كده من الناس دخلت واتكلمت على الموتيليوم. فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ وكل الناس بقى الفتي وما ادراك ما الفتي كله دخل يفتي. طبعا انا كنت بتفرج على الكلام ده بقراه يعني انا ستيل لحد دلوقتي مقتنع تماما ان العلم لا يناقش على السوشيال ميديا. العلم لا يناقش الا في اماكن العلم لكن السوشيال ميديا مش بتاعت علم. المفروض السوشيال ميديا دي الناس تتكلم ويطلع حاجه فاكت عن العلم لكن المناقشه دي ما ينفعش. هو الفكره ايه؟ الفكره ان الموتيليوم والناس بقى تقول لك بقى بطلوا بطلوا يا جماعه اهدوا شويه. الموتيليوم في دوز عاليه هو اللي ممكن فيه ريسك انه يعمل انريزمي لكن لو انت بتستعمل دوز قليله لا ما فيش ريسك. او لو انت بتستعمل الموتيليوم مع ادويه ثانيه فيها ريسك الانريزمي في الحاله دي هقول لك لا خد بالك من الموتيليوم. يبقى الموضوع مش موضوع ان يطلع حد طقت في دماغه قرا نص جمله بالظبط كده قرا نص جمله وراح مطلع راعب الناس من الدواء. الدواء موجود في السوق المصري كتير جدا بيستعمله كتير وتقريبا هو اكثر واحد موجود في عشان فكره الجرد وكده لكن استعماله لازم يبقى بحرص او تستعمله بدوز معين. يبقى الموتيليوم ميستو او اللي هو الدومبريدون ان هو ليس دي 2 انتاجونست
ما بيعملش قوي الاكسترا بيراميدال، ما بيأثرش قوي على البرولاكتين، لكن زي ما قلت يعني هو مين اللي بيبقى بروكايناتد. في اي سؤال في ال ها حضرتك قلت ان البروكايناتد بنستخدمه مع الانسيزي عشان نزود لا انرجيسي مش انسيزي عشان نزود الابزوربش بعد كده قلت ان هو بيعمل دايريه اصلا مش معنى كده دايريه ان الميتيلتي زادت فبالتالي مش هيحصل ايوه هو الدايريه تحصل مع كل الناس ولا ده ادفرس افكت؟ وادفرس افكت ده بيحصل بالبرسنت مش لازم يحصل في كله يعني تتوقع لو شفت منه دايريه ما تستغربش اوكي؟ طيب ده كده بالنسبه للانتي اميتد خد حاجه مش هتبقى مهمه قوي لكن حاجه فيري كومن اللي هو الاريتابل باول سندروم اللي هو القولون في العصب عايزين نفرق بين الاريتابل باول وانفلاماتوري باول فرق رهيب بين الاثنين. انفلاماتوري احنا بنتكلم في كرونز بنتكلم في ارثراتيف كولايتس ده حاجه ثانيه خالص لكن الاريتابل باول سندروم اللي هو احنا كلنا في مصر هنا هنيجي نتكلم نقول لك اصل انا عندي ايه القولون العصبي ده كده يعني خدوا فكره عنه في تعالجوه ازاي ده بيتعالج ازاي غير اللايف ستايل ادويه ندي ايه تعالوا نفكر كده مع بعض ايه تدي انتي سبازموديك طيب تدي حاجه تدي حاجه للدايريه ها تدي حاجه لاكسيف ملين طيب تدي ايه تاني يبقى ممكن ادي حاجه للمغص مش موافقني ان ادي حاجه للدايريه هو ايه عرضه شويه الله ينور عليك انت واضح ان انت شديد في الجي اي تي ايه اعراض الريتابل باول الله اعلم في ناس يجي لها بايه دايري في ناس يجي لها بايه كونستيبيشن في ناس يجي لها بال فلاتنس في ناس يجي لها بالكوليك في ناس يجي لها بحاجه اسمها بنسميها ديسبيبسيا ابر جي اي تي ديسكومفورت كل الاعراض ممكن تشوفها عشان كده يا جماعه في حاجه مهمه وانت بتعالج حاجه زي كده احنا كلنا واخدين استامبه كده الريتابل باول سندروم ها ممنوع تقوم كاتب للعيان تقول له ايه ممنوع ايه ممنوع الفول مش كده دي كده استامبه محفوظه الكلام ده مش كده خالص يعني خليك وانت بتتعالج مع مريض خليك حنين وحط نفسك مكان المريض وانت بتتعامل معاه دي نقطة مهمة جدا 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 وانت بتعالج مريض حط نفسك مكانه لو انا جيت بقول لك ممنوع 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 هتبقى ايه؟ اكيد هتروح لدكتور تاني فطبعا ما تخسرش الزبون بتاعك ففكرة الريتابل باول هتبص تلاقي مكتوب عندكم اي حاجة تنفع على حسب الايه؟ حسب السيمبتومز اللي عند العيان بس نصيحه يعني لما تيجي تقول الريتابل باول اتاكد الاول ان هو فعلا الريتابل باول مش ان هو حاجه تانية عيان مثلا عنده انفكشن وانت بتقول لا اتاكد ان هو الريتابل باول بعد كده العلاج سيمبتوماتيك دايريا انت حاجه انتي دايريا كونستيبيشن انت حاجه لاكس مغص انت حاجه انتي سبازمودك بيرجع انت حاجه انتي ايميتيك فيعني مفيش علاج ستاندرد للريتابل باول سندروم بكرر تاني الريتابل باول مش انفلاماتوري فرق كبير بين الاثنين وهتلخبطوا بعد كده هتلاقي كده اي بي دي لا خد بالك انفلاماتوري غير الريتابل ده حاجه يعني طبعا مؤلمه وكل حاجه بس طبعا لا تقارن بالانفلاماتوري باول ديزيز فعايزكم بس تقروها كده للمعلومات العامه يعني صعب ان يبقى في اسئله في الفارماكولوجي لان عشان اسالك واقول لك الريتابل باول طب هنعالج بايه ما هو على حسب ايه حسب السيمبتوم فدي معلومات عامه ليكم تبقوا عارفينها تبقوا قاريينها كده وعارفين العيان ده ممكن يجي في اي سؤال في المحاضره النهارده طيب اقول السمر بتاعي انتي اميتيك لو عندك موشن سيكنس عايز تعالجه ها هيروسين او دايفين هيدرامين بعد كده لو عندك انتي كانسر
عايز تعالج كانسر كيموثيرابي انديوس فوميتنج، ها كل حاجه ما عدا الدايفين هيدرامين وما عدا الايسين اللي هم بقى ممكن دي 2 انتاجونست للتوبرامين توبريدون، ممكن تدي 5 HTC اون دانسيترون، ممكن تدي دايازيبام، ممكن تدي ابريبيتان، ممكن تدي حتى درونابينول الحشيش، كل ده بينفع فيه، لكن مش ما بندي اللي هم الانتي ماسكارينيك والانتي هيستامين. بوست اوبراتيف ادي اي حاجه، ادي دي 2 انتاجونست، ادي سيروتونين انتاجونست. فوميتنج دي 2 بريجنسي هنحفظ اثنين، ميتوكلوبرامايد و اللي هو الكورتيجين بي 6، ولكن بيننا وبين بعض لو حد قريبك قريبتك بقى قريبك ايه؟ لو حد قريبتك بياخد زفران ها؟ ما تقولوش لا. وبعدين اتفقنا الميتوكلوبرامايد انتي ايميتيك بروكاينيتيك، انتي ايميتيك في اي نوع فوميتنج ما عدا الموشن سيكس، ما تختبوش في الموشن سيكس. بروكاينيتيك دي بقى علشان تصور، دي عشان جير، دي عشان تحسن الابزوربشن بتاع الانرجيستيك، كل ده يستعمل. قلنا مشاكله ان هو ممكن يعمل هايبرفولاكتينيميا، وممكن يعمل اللي هو الاكسترا بيراميدال سيندروم والدياريا بسبب ان هو بروكاينيتيك. دومبريدول لس دي 2 انتاجونست، مفيش فيه ادفرس افكت كتيره، لكن زي ما قلت مفيش منه خالص انجكشن ممكن نستعمله. وبيننا وبين بعض كمان مش مكتوب في النوت، ها مش مفضل، بلاش تدي حقنة بريبران للعيان، وخصوصا لو كان طفل صغير. يعني ايه بعيد عن البريبران؟ هو انا معاكم بريبران السعر بتاعه كويس، بس يعني خد بالك انه الريسك ضعيف ولكن في ريسك، فيعني خدوا بالكم من البريبران او اللي هو الميتوبروبران. اي سؤال؟ شكرا.